ثانوية.نت. سجل حساب على ثانوية.نت وراجع الآن مواد الصف الثالث الثانوي علمي وأدبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد في قناتكم قناة ترند. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوناش بالاشتراك في القناة واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. ويلا بينا على التفاصيل. ثانوية.نت أبرز ما قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم المصرية بإعلانها من مستجدات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال 48 ساعة الماضية. وقد أعلن خلالها العديد من المستجدات مثل تقرير توافد الطلاب داخل اللجنة الواحدة وإجراء الامتحانات الغير مضافة إلى المجموع إلكترونيا من المنزل على أن يتم تحديد موعدها لاحقا، وإجراء كشف لدرجة حرارة الطلاب قبل بدء اللجنة، وتسليم ما يزيد عن 35 مليون كمامة على الطلاب المراقبين والمصححين، وحضور الطالب قبل بدء اللجنة الامتحانية بساعتين للتعقيم. وعن موقع ثانوية نت بإمكانكم الاطلاع على محتوى رقمي مميز يشمل أهم أجزاء المنهج حتى يتمكن الطلاب والطالبات من المراجعة النهائية قبل الامتحانات التي تبدأ يوم 21 يونيو الجاري. يقوم أكفأ المعلمين بتقديم المواد على هيئة أسئلة مجاب عنها بشكل تفصيلي. وللحصول على المميزات كاملة يجب على الطالب تسجيل حساب أولا في الموقع، ثم يتوجه إلى الصفحة الرئيسية ويختار المادة التي ينوي مذاكرتها. وإذا واجه الطالب أي سؤال حول الموضوع بمقدوره التواصل الحي من المدرس عبر منصة مراجعات الثانوية العامة. وبتقدم منصة ثانوية.نت مراجعات مجانية شاملة في جميع المواد العلمية والأدبية: الإحصاء، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، الجغرافيا، التاريخ، الفلسفة، المنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، اللغة الإيطالية، الجبر، التفاضل، حساب المثلثات، الديناميكا، الاستاتيكا. هذا كل شيء. نترككم في أمان الله وعونه وتوفيقه، وأتمنى لكم خالص النجاح والتوفيق. وفي النهاية يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.